في ظل صراع روسي إيراني جنوب سوريا، عمليات الاغتيال تهدد مصير التسوية في درعا. الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق انتهاكات محكمة قضايا الإرهاب التابعة لنظام الأسد في سوريا. الجيش التركي ينشئ نقطة مراقبة جديدة في منطقة استراتيجية في جبل الزاوية جنوب إدلب. السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. حمل الائتلاف الوطني كلا من إيران ونظام الأسد المسؤولية المباشرة عن عملية الاغتيال التي طالت القيادي السابق في الجيش الحر أدهم الكراد في درعا وأربعة آخرين. وقال الائتلاف أن روسيا فشلت في تنفيذ تعهداتها جنوب سوريا، هذا ووثق مكتب توثيق الشهداء في درعا مقتل 42 قياديا سابق ممن أجروا التسويات مع نظام الأسد برعاية روسية منذ آب عام 2018. تبدو درعا على الخريطة السورية باللون الأحمر، بينما تتباين بداخلها الخرائط وتصل التقسيمات إلى داخل القرى الصغيرة والأحياء، ومعها تنقسم الولاءات التي تميل بمعظمها إلى الجانب الروسي. تحاول روسيا الانفراد بالجنوب السوري، ليست إرادة روسية وحسب، بل شرط دولي عليها فيما يبدو لم تنجح بتطبيقه في ظل الوجود الإيراني، وهو ما يخلق صراعا لا يريد الطرفان تحويله لمواجهة مباشرة. يكاد لا يمر يوم على المحافظة دون عملية اغتيال ينفذها مجهولون، ومع تباين الشخصيات المستهدفة من عسكري حليف للروس وإيران أو شخصيات مؤثرة أو حتى مدني يتضح المستفيد في كل منها. وبينما تسعى روسيا لفرض الاستقرار الذي يصب في مصلحتها ويرغب به قادة التسويات، أيضا تعمل إيران من خلال النظام وحزب الله على خلق الفوضى والتخلص من كل شخصية فشلت إيران في تطويعها لصالحها، سواء نجحت روسيا بذلك أو لم تنجح. الائتلاف الوطني قال إن روسيا فشلت في تنفيذ وعودها وضماناتها التي قدمتها عند رعايتها للتسويات الجائرة أساسا. جاء ذلك خلال بيان أصدره الائتلاف بعد عملية الاغتيال الأخيرة التي استهدفت أدهم الأكراد القيادي السابق في الجيش الحر وأربعة آخرين. كما اتهم الائتلاف في البيان ذاته كلا من إيران ونظام الأسد بالمسؤولية المباشرة عن تنفيذ عملية الاغتيال. ليس أولهم أدهم الأكراد وربما لن يكون آخرهم. يؤكد ناشطون أن عمليات الاغتيال لن تتوقف قبل حصد جميع الرؤوس التي على صوتها يوما. مكتب توثيق الشهداء في محافظة درعا قال إنه استطاع توثيق 42 عملية اغتيال لقادة في فصائل التسويات منذ سيطرة النظام على درعا في شهر آب 2018. كان آخرها عملية اغتيال القيادي أدهم الأكراد، والذي بدا في خطاباته معارضا حتى للروسي، غير أنه وفق مقربين منه كان راغبا في الانضمام لصفوفها لتقويض الدور الإيراني في الجنوب. يبقى المشهد جنوب سوريا ضبابيا في ظل صراع روسي إيراني على الأرض، تبدو روسيا فيه الأقوى وإيران الأكثر إصرارا بحسب مراقبين. ينشق النظام بين أوامر الطرفين وتتحول دماء أبناء الأرض مدادا لرسائلهم. تبتعد تركيا عن المشهد هناك وتراقب إسرائيل لتختار الجار الأنسب لها والأضمن لرعاية مصالحها وحدودها. حول ذلك ينضم إلينا ياسر الرحيل الكاتب الصحفي من اسطنبول. مرحبا بك سيد ياسر. يعني اغتيالات في درعا مستمرة، 42 قيادي من قادة التسويات وثقه مكتب توثيق في محافظة درعا من عشرات محاولات الاغتيال. ما هو الموقف الروسي من عمليات الاغتيال، لا سيما اغتيال أدهم الكراد؟ بداية تحية لك وللسادة المشاهدين جميعا. بكل تأكيد يعني للأسف يعني كانت عملية الاغتيال يوم أمس عملية يعني فاقت التصور بالنسبة للأهالي في الجنوب وفي سوريا بالعموم، وسبقها عشرات الحالات كما تفضلت، 42 حالة اغتيال لقادات تسوية أو حتى قادة فصائل سابقين في الجيش الحر. رأينا يعني ردات فعل روسيا لم تكن
أبدا هناك رد فعل سابقة في وقت سابق عن عمليات اغتيال، كان يعني أبرز عمليات الاغتيال في منطقة المزاريب عندما شاهدنا مقتل عدد من قادة فصائل الجيش الحر سابقا في الجبهة الجنوبية وأعضاء اللجنة المركزية المشتركة في درعا قرب الكنسروة، لم يكن هناك ردة فعل من الجانب الروسي سوى بعض الإدانة من قبل الفيلق الخامس التابع لروسيا. هنا كنت أود أن أسألك سيد ياسر، يعني بغض النظر عن الموقف الروسي كما تحدث ليس هناك موقف واضح جدا بحسب كلامك، ما هو موقف فصائل التسويات التي ينتمي إليها هؤلاء القادة؟ للأسف يعني بشكل علني لا يوجد هناك، لكن يوم أمس يعني وعبر مراسلين وأصدقاء تواصلوا مع قادة الفصائل بعد الرسالة الساخنة المباشرة لهم بمقتل أحد أبرز القادة وعضو اللجنة المشتركة. قال الجميع أن الدور قادم للجميع في حال خضعنا ورضخنا، وأن يبدو المشهد سيكون أكثر دمويا في الأيام القادمة. في ظل أيضا يجب الإشارة إلى شيء مهم، الوجود الإيراني الكثيف والميليشيات الإيرانية والنظام الذين أيضا يعني يتمتعون بالاغتيالات وينتقمون من أهل المحافظة المعروفة للجميع أنها معهد الثورة السورية. لذلك الكل كما يقال في العامية يتلمس رأسه بعد اغتيال القيادي البارز. حتى قبل عام 2018 كان لأدهم الأكراد أيضا وجود ضخم في الجنوب، والآن وبعد المفاوضات والتسوية في عام 2018 كان هو القائد الأبرز في المفاوضات، كونه يجب الإشارة إلى نقطة مهمة، يتكلم الروسية بطلاقة كونه درس وأقام في روسيا فترة طويلة، أيضا كونه أحد القادة البارزين قبل التسوية ومن أبناء أيضا منطقة مهمة وهي درعا البلد مهد الثورة السورية. هذه الأمور كلها بكل تأكيد تزعج النظام وميليشيات إيران. وأيضا يجب الإشارة إلى شيء مهم، المنشورات الأخيرة والفيديوهات الأخيرة التي تظهر تقريبا منذ بداية عام 2020. سيد ياسر، هنا نحن نناقش الموضوع بشكل عام وليس تحديدا، يعني لو كان مركزيا أدهم الإكراد، لكن نتكلم بشكل عام قادة التسويات ومن بقي منهم الآن جميعهم كما ذكرت تحت التهديد الإيراني أو تهديد المجهولين، هل يمكن أن يبقوا متفرجين وإن بقي الحال على ما هو عليه الآن في درعا؟ إلى أين برأيك تسير المحافظة؟ للأسف يعني روسيا تتبع خطة كانت تبعتها في الشيشان وغيرها من المناطق التي احتلتها، دائما يعني تصل إلى تسوية ربما تكون قريبة من أهالي المنطقة في فترة زمنية تكون فيها فاقدة السيطرة، لكن بعد أن تستعيد وتسيطر وتسمح بالخفاء بتمدد ميليشيات إيران ذراعها على الأرض وقوات النظام تقوم بتسويات جديدة، رأينا هالشيء في أكثر من منطقة، والآن الأمر يعود إلى درعا بالذات، هناك تسويات جديدة، هناك اغتيالات بشكل إفرادي لقادة تحاول روسيا ضرب بشكل إفرادي قادة يعني منفردين تخفي الجريمة وتخفي وتنسبها لمجهولين دائما، على الرغم من أن روسيا إذا بنتكلم عن روسيا كضامن وكمسيطر وكدولة عظمى واستخباراتيا وعسكريا وعلى جميع النواحي هي تعلم بكل تأكيد وتعرف المستهدف والمستهدف وتعلم كل تفاصيلها، لكن للآن نحن الآن نتكلم عن يومين من اغتيال أدهم الإكراد، لا يوجد أي إشارة أو دليل من الجانب الروسي عن القاتل أو حتى أي تصريح رسمي من الجانب الروسي. أشكرك ياسر الرحيل الكاتب الصحفي، كنت معنا من اسطنبول على جميع المعلومات التي قدمتها لنا. قالت منظمة Human Rights Watch في تقرير لها إن الهجمات المتكررة لقوات نظام الأسد وروسيا على البنى التحتية المدنية في إدلب شكلت جرائم حرب قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مشيرة أن هذه الهجمات التي وقعت بين شهر نيسان من عام 2019 وشهر آذار من عام 2020 استهدفت المدارس والمشافي وقتلت مئات المدنيين. وسمى تقرير المنظمة 10 من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين السوريين والروس المرجح تورطهم في جرائم حرب، وعلى رأسهم رئيس النظام بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع في حكومة النظام علي عبد الله أيوب وقائد القوات الجوية في قوات النظام اللواء أحمد بلول ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو.
أقام الناشط السوري تامر التركماني معرضا لآلاف الصور من الضحايا الذين قتلهم نظام الأسد في سوريا، بينهم آلاف الأطفال. سكان الذاكرة عنوان لمعرض أقيم في اسطنبول يضم صورا توثق أكثر من 4600 ضحية من أطفال سوريا بين عامي 2011 و2012 قتلهم نظام الأسد بطرق مختلفة، منها الإعدام الميداني، القصف العشوائي، الاختناق والتجويع. أنجز تامر تركماني هذا العمل وحده بدون دعم أو تمويل لمثل هذه المشاريع، مشاريع تساعد على حفظ وتوثيق أسماء الضحايا وطريقة قتلهم والمتسبب بالقتل لتقديمها في وقت لاحق للمحاكم المختصة. اللي بدأت المشروع بعام 2014 وبدأت بأول شخص استشهد بالثورة السورية، بلشت أجمع هاي الملفات وحولتها لأسماء وإحصائيات حقيقية. المرحلة الثانية من المشروع كانت هي طباعتها على جداريات، تحويل الأرقام والأسماء الإلكترونية لشيء فيزيائي، يعني تحويلهم لأشخاص حقيقيين حتى نحن نشوف صورهم ويقدر الأشخاص يشوفوهم ضمن معارض مثل هاي. رائد الفضاء السوري محمد الفارس اعتبر أن صور الأطفال التي يضمها المعرض هي الأمر وقعا والأشد إيلاما، والذين لم تقف عندهم آلة القتل بل استمر شلال الدم بالتدفق حتى هذه اللحظة بوجود بشار الأسد على رأس الحكم. أنا حزين لهذه المناظر ما في شك، وأشكر الأخ تامر اللي وثق بالصورة والاسم والتاريخ وكيفية اغتيال هؤلاء الملائكة 4500، مع الرغم أنهم جزء بسيط مما قتله النظام، مما أجرمه النظام. يعني لا يوجد مجازر في التاريخ تشبه هذه المجزرة أبدا. إن شاء الله رح نحاسبه، بإذن الله سنحاسبه. لو بقيت على قيد الحياة كنت الآن في جيلكم، كانت هذه عناوين صور الأطفال الضحايا في المعرض، إلى جانب كتابة عمر تقريبي لكل طفل في حال لو لم يقتلهم نظام الأسد. حقيقة يعني إقامة مثل هاي المعارض هي أمر كثير مهم، أولاً لاستذكار شهداء الثورة السورية، لنرجع يكون في نتذكر أنه نحن فعلاً علينا التزام أخلاقي تجاه هدول الناس اللي استشهدوا، نحس نرجع نتذكر عائلاتهم، نتذكر أطفالهم، وبنفس الوقت نتذكر انه هدول الشهداء هن فعلا لهم عائلات ومن حقهم يحاسبوا مرتكبي هذه الانتهاكات. توثيق الجرائم، توثيق الشهداء هو امر كثير مهم، هو عامل كثير مهم في اليات المحاسبه لاحقا. توجه للصور يلي شرح الفكره اكثر من المقالات المكتوبه، اكثر من الافكار، اكثر من كتابه، فالتركيز على بعد الصور يعني هي اكثر شيء بتاثر. طبعا نتمنى نحن انه مثل هيك افكار، مثل هيك معارض تكون تخاطب الناس الخارج عن الاطار السوري، تخاطب اكثر المجتمعات سواء المضيفه سواء المجتمعات الدوليه، بحيث يعني هي بالاخير الى وان كان الى بعد سياسي الى كمان بعد انساني. يحاول هذا النوع من المعارض رسم معالم الشهداء السوريين حتى لا يعتبروا ارقاما بالنسبه للبعض. من مدينه اسطنبول التركيه نعمل علواني حلب اليوم. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أبرز انتهاكات محكمة الإرهاب التابعة للنظام الأسد، والتي تهدف بحسب الشبكة إلى القضاء على المطالبين بالتغيير السياسي في سوريا. وقالت الشبكة في تقرير لها أن ما لا يقل عن 10,000 شخص ما يزالون يخضعون لمحكمة قضايا الإرهاب، بينما نظرت المحكمة بقرابة 91,000 قضية ونحو 4,000 حالة حجز على الممتلكات. وأوضح التقرير كيفية جعل نظام الأسد للمحكمة فرعا أمنيا إضافيا لخدمته، ابتداء من الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة في محكمة الإرهاب التي لا تطبق أصول المحاكمات أو إجراءات الملاحقة والمحاكمة، منتهكة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بطريقة تسهل للمحكمة اتهام أي أحد بكل سهولة وفق الشبكة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. من دمشق إلى الشمال السوري مهجر ينقل معه حرفة الزخرفة العجمية.
مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. أنشأت القوات التركية نقطة مراقبة جديدة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وذلك بعد ساعات من دخول رتل تركي يحوي مدافع وآليات ثقيلة إلى المنطقة. وأفاد مراسل حلب اليوم بأن رتلا تابعا للجيش التركي وصل إلى قرية قوقفين الواقعة بالقسم الغربي من جبل الزاوية، يضم معدات ثقيلة ومواد لوجستية، حيث عمدت القوات التركية إلى إنشاء نقطة عسكرية هي الأولى لها في تلك المنطقة، وبذلك يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة خفض التصعيد إلى 69 نقطة. حول ذلك ينضم إلينا منصور صبرا مراسل حلب اليوم من ريف إدلب. مرحبا بك منصور، حدثنا عن الانتشار الجديد للجيش التركي جنوب إدلب وما أهمية المنطقة التي أنشأت فيها القوات التركية نقطة المراقبة الجديدة. نعم إبراهيم، شهدت الأيام الثلاثة الماضية تعزيزا كبيرا للقوات التركية في محافظة إدلب، حيث أكثر من 100 آلية عسكرية عبرت من معبر كفر لوسين الحدودي إلى عمق محافظة إدلب. أبرز الأرتال العسكرية التي دخلت كانت يوم أمس وضمت 25 آلية عسكرية توجهت إلى بلدة قوقفين الواقعة في القسم الغربي من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وبدأت هذه القوات التركية بإنشاء نقطة عسكرية لها في تلك المنطقة. بالطبع بلدة قوقفين تقع في القسم الغربي من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وهي منطقة مرتفعة استراتيجية تطل على مناطق في سهل الغاب بريف حما الغربي، إضافة إلى إطلالتها على المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام خلال الحملة العسكرية الأخيرة في جنوب جبل الزاوية. لابد من الإشارة أن الرتل العسكري التركي الذي دخل كان يضم دبابات ومدافع، إضافة إلى آليات ثقيلة وبعض الآليات الهندسية كالجرافات، والتي بدأت بعملية التحصين والتدشيم لهذه النقطة العسكرية في تلك المنطقة. لابد من الإشارة أن نقطتان عسكريتان تركيتان كانتا قد أنشئتا بعد اتفاق خفض التصعيد في آذار الماضي. أبرز هذه النقاط كانت في تلة الحدادة الاستراتيجية الواقعة في منطقة اللاذقية، وأيضا نقطة تلة النبي أيوب الواقعة في جبل الزاوية، ربما في محاولة من القوات التركية لتعزيز وجودها في المناطق الحدودية التي تفصل قوات المعارضة عن قوات النظام، لمنع ربما أي مغامرة عسكرية لقوات النظام أو تصعيد جديد باتجاه هذه المناطق. كنت أود أن أسألك منصور، يعني هل هناك أي تحرك للنظام سابقا على هذه الجبهة أو حتى حاليا في ظل استخدام التعزيزات التركية؟ نعم إبراهيم، التحركات العسكرية للنظام هي القصف المدفعي حقيقة الذي لا يتوقف على بلدة كنصفرة القريبة من هذه النقطة، إضافة إلى بلدة البارة وقرى وبلدات جبل الزاوية. قوات النظام لم توقف من استهدافها المدفعي والصاروخ لهذه المناطق وهذه البلدات منذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر آذار الماضي دون أن تسجل أي عمليات تقدم. كانت هناك محاولات تقدم خلال الأشهر الماضية، محاولات بالعشرات، لكن تمكنت فصائل المعارضة من إفشالها ولم تتمكن قوات النظام من إحراز أي تقدم في تلك المنطقة. نعم منصور صبرا مراسل حلب اليوم كنت معنا من ريف إدلب، أشكرك على كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا. افتتح المجلس المحلي بمدينة رأس العين بمحافظة الحسكة مركزا لشراء الحبوب من المزارعين بهدف تأمين حاجة السكان من الخبز على مدار العام. المزيد في التقرير التالي. بهدف حفظ القمح وتأمين حاجة السكان من الخبز، افتتح فرع لمركز الحبوب بمدينة رأس العين بريف الحسكة. يستقبل المركز الفائض من محصول القمح لدى المزارعين ويشتري منهم الحبوب بحسب جودة الإنتاج. نقوم باستلام الحبوب من الأخوة المنتجين بعد إحضار شهادة منشأ من مصلحة الزراعة التابعة للمجلس المحلي برأس العين. يقوم الأخ المنتج بإحضار شهادة المنشأ، نسجل له دور، يحمل الحبوب على ظهر واسطة النقل، يجيبها على المركز، نستلم من الأخوة المنتجين عن طريق الشراء المباشر. يعني الهدف من الأساسي من مؤسسة الحبوب وفتح المركز في منطقة نبع السلام لتأمين الطحين للمنطقة كون المنطقة محاصرة. فحص الحبوب يخضع لعمليات فرز وتصفية وتنقية وتقييم أخير لفرز الأنواع بحسب جودتها، وتتم عملية التقييم من خلال شخص خبير يستعين بأدوات مخصصة لفحص المحاصيل.
تأتينا العينة من الخبير، نقوم من الغرفة السرية نقوم بتجزئتها حتى نحصل على جهاز البرونر، حتى نحصل على كمية عينة بمقدار 50 أو 60 جرام تقريبا. من بعدها نقوم بتجزئتها على الميزان، نرسلها إلى الميزان نوزنها، ثم نقوم بغربلتها، نقوم بأخذ الثقل النوعي ضمن مقاسات وجداول رسمية معتمدة من قبل المؤسسة العامة الشركة العامة للحبوب، ثم نسجل الدرجة النهائية للحبوب. تأمين حاجة السكان من الخبز طوال السنة هو من أهم المطالب في ظل عدم استقرار ثابت للأسعار، على أمل أن يحقق مركز الحبوب الجديد أهدافه بتوفير الطحين والخبز للأهالي على مدار العام. تعتبر كنيسة قلب لوزا من أجمل الكنائس التاريخية في سوريا التي بنيت في القرن الخامس الميلادي، إذ تتميز بدقة هندستها وزخارفها. على بعد 35 كيلومترا شمالي غرب إدلب تقع كنيسة قلب لوزة الأثرية. جمال هندستها المعمارية ووجودها في مكان منعزل عن التجمعات السكنية أشغل علماء الآثار منذ زمن بعيد، لا سيما وجودها وسط مرافق خدمية كالفنادق ومعاصر الزيتون، ما أوحى للعلماء بأنها مقصد للأمور الدينية. تعتبر درة أو درة الكنائس الموجودة في سوريا من حيث القناطر ومن حيث الاتساع ومن حيث الحجم. تم رسمها من قبل تشالينكو حيث كان يصعد إلى الكنيسة سابقا عبر 10 درجات، لكن هذه الدرجات حاليا غير موجودة، محافظة على شكلها إلى الآن الكنيسة. تتميز كنيسة قلب لوزة بزخارف هندسية ونباتية على الأعمدة والتيجان والأبراج، إضافة إلى الرواق وهو الممر المسقوف أمام الكنيسة، ما يدل على وجود عدد كبير من المصلين فيها آنذاك. كما تتميز في انبثاق الضوء باتساق من خلال النوافذ في أعلى جدرانها. دانيال داريك بعد أن غردت بعد حريق كنيسة نوتردام بأن البناء مستوحى من كنيسة قلب لوزي في شمال إدلب، سلطت الأضواء كثيرا عليها وأعطى مزيد من الأهمية، وما يدفعنا أكثر أن المحافظة عليها وحفظها للأجيال القادمة. بنيت الكنيسة في منتصف القرن الخامس الميلادي حسب علماء الآثار، فكانت مقصدا لهم وللسياح الأجانب من كافة أنحاء العالم، لكن ظروف الحرب أوقفت الدراسات والسياحة بشكل كامل، علما أن الكنيسة لم تتعرض كغيرها من الآثار لأي قصف أو تدمير. لم تعد كنيسة قلب لوزة مقصدا للسياح الأجانب، إلا أن جمال الفن المعماري فيها ما يزال شاهدا على عراقة الماضي. سلوى عبد الرحمن، حلب اليوم، ريف إدلب. عاد مهجر من مدينة دمشق لمزاولة حرفته في الزخرفة العجمية الدمشقية في مدينة إدلب بعد انقطاع لسنوات. المزيد في هذا التقرير. كنت تشتغل بالعجمي قبل الأحداث، وأول الأحداث من يعني مثل الأسباب الأمنية خلتنا نطلع برات دمشق لريف دمشق، وبالتهجير انتقلنا لمنطقة إدلب. آخر تهجير مشي 3 سنوات. تركت المصلحة تقريبا ما يعادل 8 سنين، وبعدها ال8 سنين رديت رجعت لها، يعني مشارط على حابب أسس ورشة ومعرض وبعد منها صدر شغل إن شاء الله تعالى. كمصلحة دمشقية هي عمرها مئات أو آلاف السنين يعني حسب المؤرخين. تقريبا مصلحة دمشقية بحتة، أشكال هندسية في عنا مثلا رسم هندسي مثل هالمبدأ هذا، وفي عنا الألوان والزخارف النباتية. وبلش يعني كبداية القطع الأساس المنزلي من الصغير لأكبر قطعة، وأسقف مستعارة وجدران. كبدايات مثلا بالتأسيس هون استصعبتنا كثير شغلات، من بيناتهم التأمين المواد وطريقة يعني بداية العمل. وبعد أسسنا هيك صار في عنا بقى صعوبة التصدير والاستيراد من بين المشاكل اللي واجهتنا،
هلا انا حابب انه لهالفن هي وهالحرفه هي للشمال اجمالا ومنطقه ادلب. هلا نحن ممكن انه نعلم شباب وصبايا فيها هالحرفه هي. هلا هي ما كانت موجوده بادلب بشكل كبير وموسع، ممكن كانت موجوده على اشخاص معينين وكميه قليله. فهلا احنا حابين نعرف اهالي الشمال اجمالا ونعلم شباب وصبايا هالحرفه هي والمصلحه هي. بهذا التقرير نصل واياكم مشاهدينا الى نهايه نشرتنا. لمزيد من الاخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في دوت نت. دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.